وقال في آخرها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام فيها صفة الصحابة هذه صفتهم في التوراة ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما هذه في الصحابة رضي الله عنهم هذه صفتهم في التوراة وهذه صفتهم في الإنجيل وقال ليغيظ بهم الكفار فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر بنص هذه الآية الكريمة نعم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح نعم